اليوم حسوي شيء غير صحي، بس أنا مرة عندي فضول أبغى أعرف كيف قوة تحمل الأمريكان في حكاية المعسل والأشياء. فقررت إني أجيب معي شيشة جراك وأروح محل المعسل الوحيد، معليش في محلين بس هذا المحل الأساسي، وأسوي شيشة جراك هناك. أصلاً في بلاها تصير، لأنه تعرف الليات المعسل صغيرة وزي كده، دحين جايب لهم لي الجراك الطويل 8 متر. خلينا نشوف كيف. شيء مو كويس على فكرة إذا ما أنت شايف إنه. What do you think? How long? Is it good? How long is it? It's 8 meters. 8 meters. So like... like liquid. But then we're gonna start to smoke. But as I told you, it needs to stay like 15, 20, 20 minutes until we start smoking. الحين خلصنا الشيشة وحنشوف بعد شوية ايش اللي حيصير. هنخليهم كلهم يجربوا، بس نستنى طبعا 20 دقيقة لما تنطبخ. الحين مستنيين الشيشة لما تنطبخ. طبعا مرة جالسين مبهورين، اللي جدا شايفينه طويل والراس جدا كبير، فاني جدا. خلينا نشوف امريكي بيشرب شيشة جراك، خلينا نشوف انطباعه. دودي باز اور وات؟ تيك انذر. الحين بنشوف حتى الامريكية هوك بتجر زي أحسن جريك. What do you feel؟ رجع تاني، هذا خدها منه، هاي بيحاول يشرب تاني. ناسبته مرة. خلوني أشتغل معاهم خلاص، قاعد أسوي شيش وهذا، بس نجرب لين دحين كلهم إلى الهان بز مرة مو طبيعي. خلينا نشوف. هذه دحين بتجرب، خلينا نشوف دحين كيف فكر. رياكشن؟ What do you think? عجبتها مرة. That's good. الشيء اشتغلت، كلهم قاعدين يسألوني what is that؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ That's good. الناس قاعدين، حتى اللي شغالين الريح يقولوا حتى في المطبخ ريحة الجراك طالعة، ريحة كل المحل ريحة جراك. طلعت لهم أم ريحة المحل جراك. طبعا أنا توقعت إنه هذا يعني شيء وحش إنه الريحة طالعة في كل مكان، لكن مرة عجبهم إنه حاسين إنه هذا شيء مرة قوي لدرجة إنه الريحة في كل مكان. بس للتأكيد ترى هذه التجربة جدا غلط، واللي أنا سويته يعني حب الفضول هذا، ولكن غلط، لا تسووها، لا تسووها.